الإمداد السوري لوحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري يتواصل في محاولة لدفع العدوان التركي. تركيا من جانبها توعدت داعمي الوحدات الكردية وقالت إنهم سيكونون أهدافاً مشروعة لضرباتها. بعد أن حسمت الحكومة السورية الجدل المثار حول دخولها عفرين من عدمة، وصلت دفعات جديدة من القوات الشعبية السورية إلى المنطقة المثقلة بأطماع لاعبين عدة. المواجهة التركية السورية في الشمال السوري من شأنها تغيير موازين القوى الدولية بشأن الأزمة برمتها. فالصراع التركي الكردي قديم الأزل، والذي يعود ربما إلى ما قبل 50 عاما، عاد ليتجسد بقوة في حرب شبه نظامية. جيش في مواجهة مجموعة حملت السلاح دفاعا عن هوية يسعى الأتراك لطمسها.